الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة الأرض وهزيمة الروس، حقيقة عسكرية أم خطة وهمية وحرب نفسية؟ الرئيس الأوكراني قال لول ستريت جورنال إن الهجوم المضاد جاهز وسيكون خلال أسابيع. في رأيي واعتبارا من اليوم نحن على استعداد للقيام بذلك، نود الحصول على معدات معينة لكننا لا نستطيع الانتظار لشهور. أنا مؤمن بقوة بأننا سننجح لكن لا أعرف كم سنحتاج من الوقت. مستشار زيلينسكي للشؤون الخارجية استبعد الخطة العسكرية وقال لصحيفة ذا تايم إن أوكرانيا تفتقد لأسلحة تكفي لشن هجوم مضاد. الجيش الأوكراني نشر فيديو دعائيا اسمه الخطط تحب الصمت، يطلب فيه من المواطنين عدم تصوير أو إفشاء أسرار التحركات الميدانية للجنود. في العلوم العسكرية عادة ما يبقى موعد الهجوم وخطته أمرا سريا، وهو ما لا ينطبق على خطة أوكرانيا المعلنة في شتى وسائل الإعلام الغربية. وعلى النقيض فإن وسائل الإعلام الروسية تفند الهجوم الأوكراني المزعوم. يعتقدون في موسكو أن الأمر حرب نفسية تسعى لزعزعة ثقة الجنود الروس على الخطوط الأمامية، وأن هجوم أوكرانيا المضاد لن يتعدى مسيرات وصواريخ بعيدة المدى تضرب العمق الروسي، وهو ما يحدث هذه الأيام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.